بلا منازع. تولد الأتباع. ها قد وصل الزعيم. توقفوا عن التصفير. جديا اصمتوا. وكأنه يصرخ مناديا. على المرء تأدية بعض الضربات الموجعة لنفسه. أيتها القبضة لتصطدمي بذلك الوجه. أول ضحية. العنف هو موجود فعلا. قتل حليم. ترى أعمالي مزدهرة. قتل العدو. أتحاول الاستحواذ على الزعامة؟ حري بك ألا تخفق. لطالما أخبرتني أمي بأنها أورثتني مزاجها. حان وقت الجلب والمشاجرات. كل الكلمات مواجهة الحقيقية. فلتمسك بهاتين اليدين. قتل العدو. أتحاول الاستحواذ على الزعامة؟ حري بك ألا تخفق. ماذا قلت عن والدتي؟ كل الكلمات الحقيقية. قتل حليم. لطالما أخبرتني أمي بأنها أورثتني. هاجموا هذا البطل. سدد بعض اللكمات. احكم الوجود. ينظرون الي على انني مجرم. حان وقت الجلب والمشتبه. فعله. قتل العدو. أعمالي مزدهرة. برج حماية الأوسط يتعرض للهجوم. قتل العدو.
برج حماية الأوسط يتعرض للهجوم. قتل حليف. على المرء تأدية بعض الضربات المراعية. سأعود مجددا. ألا يتفقد بعض الأعمال المشروعة في الطريق إليكم؟ فلتمسك بهاتين اليدين. أقل الوجود. على المرء تأدية بعض الضربات الموجعة بنفسه. قتل حليف. لطالما أخبرتني أمي بأن برج حماية الأوسط يتعرض للهجوم. تحاول الاستحواذ على الزعامة. حري بك أن لا تخطئ. حكم الهجوم. قتل العدو. ينظرون إلي على أنني العدو في نوبة احتياج. وقت اللمسة النهائية. برج حماية الأوسط يتعرض للهجوم. سأعود مجدداً. ألا يتفقد بعض أعمال المشروع؟ تم تدمير أول برج حماية. تحاول الاستحواذ على الزعامة. حري بك ألا تخفق. في الطريق إليكم. ماذا قلت عن والدتي؟ سأعود مجددا. ألا يتفقد بعض أعمال المشروع؟ لطالما أخبرتني أمي بأنها أورثتني مزاجها. في الطريق إليكم. قتل العدو. قتل العدو. ثورة القتل. لقد قتلت. تراجعوا من موقع القتل المعادي. تعرض للهجوم. سقط برج حماية. ينظرون إلي على أنني مجرم، لكنني أرى أنني رجل. في الطريق إليكم. العنف هو موجود فعلا، كما ترى أعمالي مزدهرة. سأعود مجددا. ألا يتفقد بعض أعمال المشروع؟ أتحاول الاستحواذ على الزعامة؟ حري بك ألا تخفق. حكم
ضربات مجانية. كل الكلمات مناسبة للاستخدام في المواجهات اللفظية. سدد بعض اللكمات. ينظرون إلي على أنني مجرم. مجرم حامل السفلي يتعرض للهجوم. مجرم حماية السفلي يتعرض للهجوم. لطالما أخبرتني أمي بأنها أورثت. قتل حليف. سأعود مجددا. علي تفقد بعض أعمال المشروع. في الطريق إليكم. على المرء تأدية بعض الضربات الموجعة بنفسه. برج حماية السفلي يتعرض للهجوم. ينظرون إلي على أنني مجرم، لكن برج حماية السفلي يتعرض للهجوم. العدو في فورة قتل. سقط برج حماية. قتل العدو. إيقاف. حسم الهجوم. أتحاول الاستحواذ على الزعامة؟ لأن لا تخفق. برج حماية السفلي في طريق إليكم. لقد قتلت عدواً. على المرء تأدية بعض الضربات الموجعة بنفسه. كل الكلمات مناسبة للاستخدام في المواجهات اللفظية. حان وقت الجلبة والمشهجرات. أتحاول الاستحواذ على الزعامة؟ أيتها القبضة، اصطدمي بذلك الوجه. يتعرض للهجوم. موجع بنفسه. قتل العدو. برج حماية السفلي يتعرض للهجوم. تسدد بعض اللكمات. لطالما أخبرتني أمي بأنها أورثتني مزاجها.
برج حماية السفلي يتعرض للهجوم. هل تمسك بهاتين اليدين؟ كل الكلمات مناسبة للاستخدام في المواجهات المفضلة. قتل العدو. سأعود مجدداً. ألا يتفقد بعد قتل مستشوق؟ قتل العدو. ينظرون إلي على أنه ثلاثي. ثورة قتل. تم تدمير برج حماية العدو. قتل رباعي. هاجم البارن. هاجم البارن. العنف هو ما أريد فعله، وكما ترى أعمالي مزدهرة. هاجم البارن. أحطم الوجود. ضربات مجانية. لطالما أخبرتني أمي بأنها أورثتني ميزانا. حان وقت الجلب والمشاجرات. برج حماية الأوسط يتعرض للسقوط. برج حماية. ينظرون إلي على أنني مجرم، لكنني أرى أنني رجل أعمال. مسيطر. على المرء تأدية بعض الضربات الموجعة بنفسه. برج حماية حالي يتعرض للهجوم. سقط برج حماية. حاسم الوجوه. العنف هو ما أجيد فعله، وكما ترى أعمالي مزدهرة. لطالما أخبرتني أمي بأنها أورثتني ميزانا. في الطريق إليكم. على الزعامة.
هو ما أجيد فعله. لقد قتلت عدوا مزدهرة. أحطم الوجود. قتل العدو. سأعود مجددا. ألا يتفقد بعد أعمال؟ قتل العدو. العدو في نوبة اهتياج. على المرئي تأدية بعض الضربات الموجعة. مزدوج للعدو. العدو لا يقهر. ماذا قلت عن والدتي؟ العدو مسيطر. كل الكلمات مناسبة للاستخدام في الواجهات الوطنية. إيقاف. إبادة. نسدد بعض اللكمات. ينظرون إلي. في الطريق إليكم. كل الكلمات مناسبة للاستخدام في المواجهات اللفظية. فلتمسك بهاتين اليدين. ينظرون إلي على أنني مجرم، لكنني أرى أنني قتل حليف. سأعود مجددا. ألا يتفقد بعد أعمال المشروع؟ لطالما أخبرتني أمي بأنها أورثتني مزاجها. تحاول الاستحواذ على الزعامة، حري بك ألا تخفق. قتل العدو. قتل حليف. برج حماية الكاذب. على المرء تأدية بعض الضربات الموجعة. قتل العدو. في الطريق إليكم. هاشم البان. العنف هو ما أجيد فعله، وكما ترى أعمالي مزدهرة. في الطريق إليكم. في الطريق إليكم. حان وقت الجلب والمشاجرات. لا يقهر. في الطريق إليكم. لطالما أخبرتني أمي بأنها أورثتني مزاجها. تم تدمير برج حماية العدو. تم تدمير برج حماية العدو. ينظرون إلي على أنني مجرم، لكنني أرى أنني رجل أعمال. فلتمسك بهاتين اليدين. تم تدمير برج حماية العدو. قتل حليف. قتل العدو. العنف هو ما أجيد فعله، وكما ترى أعمال. تم تدمير برج حماية العدو. قتل العدو. إيقاف. من يتبعني؟
بلا منازع. أنت على الجانب المقابل من الخريطة. تم تبديل المسار. أهلا بك في وايلد دريفت. تولد الأتباع. ها قد وصل الزعيم. توقفوا عن التصفيق. بيا اصمتوا. انظر إلى ذلك الوجه وكأنه يصرخ منادي. لنسدد بعض اللكمات. على المرء تأدية بعض الضربات الموجعة لنفسه. ماذا قلت عن والدتي؟ كل الكلمات مناسبة للاستخدام في المواجهات المفروضة. برج حماية العلوي يتعرض للهجوم. ضربة مجانية. لقد قتلت عدواً. أعمالي مزدهرة. قتل حليف. أيتها القبضة لتصطدمي بذلك الوجه. قتل حليف. برج حماية الأوسط يتعرض للهجوم. قتل العدو. لطالما أخبرتني أمي بأنها أورثتني مزاجها. ينظرون إلي على أنني موت. لقد قتلت عدوا. العنف هو ما أجيد فعله، وكما ترى أعمالي مزدهرة. قتل حليف. قتل العدو. على المرء تأدية بعض الضربات الموجعة لنفسه.
كل الكلمات مناسبة للاستخدام في المواجهات اللفظية. وطالما أخبرتني أمي تفقد بعض أعمال المشروع. أتحاول الاستحواذ على الزعامة؟ أحسنك ألا تخفق. قتل حليف، قتل العدو، قتل حليف. في الطريق إليكم. على المرء تأدية بعض الضربات الموجعة بنفسه. ينظرون إلي على أنني مجرم، لكن برج حماية السفلي يتعرض للهجوم. في الطريق إليكم. أتحاول الاستحواذ على الزعامة؟ فلتمسك بهاتين اليدين. قتل العدو. سأعود مجسدا، ألا يتفقد بعض أعمال المشروع؟ لطالما أخبرتني أمي بأنها أورثتني مزاجها. قتل فريق العدو التنين. قتل فريقك ريفت هيرالد. ينظرون إلي على أنني مجرم، لكنني أرى أنني رجل أعمال. قتل. لطالما أخبرتني أمي بأنها أورثتني مزاجها. برج حماية السفلي يتعرض للهجوم. فلتمسك بهاتين اليدين. كل الكلمات مناسبة للاستخدام في المواجهات الوحيدة. أيتها القبضة لتصطدمي بذلك الوجه. على المرء تأدية بعض الضربات الموجعة لنفسه. الضربات المجانية. أول برج حماية احتياج. أحاول الاستحواذ على الزعامة. خطر. اشتبكوا. ينظرون إلي على أنني مجرم. إيقاف. أنني
رجل أعمال. تم تدمير برج حماية العدو. قتل العدو. برج حماية الأوسط يتعرض للهجوم. لطالما أخبرتني أمي بأنها أورثتني مزاجها. قتل حليف. قتل حليف. خطر. فلتمسك بهاتين اليدين. سأعود مجددا. علي تفقد بعد قتل مستوي. أعمال مشروع. قتل العدو. العنف هو ما أجيد فعله، وكما ترى أعمالي مزدهرة. هاجم التنين. كلمات مناسبة. قتل العدو. برج حماية الأوسط يتعرض للهجوم. لطالما أخبرتني أمي بأنها أورثتني مزاجها. قتل العدو. ضربات مجانية. صاحبك في جوهره. العنف هو ما أريد فعله. أتحاول الاستحواذ على الزعامة؟ حري بك ألا تخطئ. برج حماية العلوي يتعرض للهجوم. سقط برج حماية. على المرء تأدية بعض الضربات الموجعة بنفسه. لنسدد بعض اللكمات. تهجير الروس.
القبضة لتصطدمي بذلك الوجه. قتل العدو. أتحاول الاستحواذ على الزعامة؟ حاليا قتل حاليا. قتل مزدوج للعدو. قتل حاليا. تم تدمير برج حماية العدو. ينظرون إلي على أنني مجرم، لكنني أرى أنني رجل أعمال. لا يقهر. إيقاف. ينظرون إلي على أنني مجرم. تم تدمير برج حماية العدو. تعود مجددا. ألا يتفقد بعض أعمال المشروع؟ تم تدمير برج حماية العدو. على المرء تأدية بعض الضربات الموجعة لنفسه. ضربات مجانية. كل الكلمات مناسبة للاستخدام في المواجهات اللفظية. ماذا قلت عن والدتي؟ لا تخفض. تدمير برج حماية العدو. ينظرون إلي على أنني مجرم، لكنني أرى أنني قتل العدو.
قتل حليف. العنف هو ما أجيد فعله، وكما ترى أعمالي مزدهرة. أحاول الاستحواذ على الزعامة. سيسطع القمر، سيدوم الليل إلى الأبد.